وجود القوات المسلحة هو الذي يحدد ما تعريف القوات المسلحة، هو اللي بيحدد ماذا تشمل القوات المسلحة. نحن هنا نتحدث عن تشريع يتحدث عن خدمة الضباط العسكريين والامتيازات المخصصة لهذه. فإذا ورد هنالك أي تعريف فتعريفه يرجع فيه إلى القانون الأصلي والقانون الأم، وهو قانون القوات المسلحة الأردنية سنة 2007، عندما نجد أنه في مادة ثالثة من هذا القانون قد عرفت ما هي القوات المسلحة، عرفتها تعريفا مفصلا وواضحا، وبالتالي ومن باب حسن الصياغة التشريعية أن لا نكرر مثل هذه التعريفات حتى تلتزم هذه التشريعات مع بعضها البعض. شكرا سيدي السيد. لم ينجح المقترح. إذن المقترح الثاني اللي هو قرار اللجنة، يعني في باء، من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ الأغلبية. جيم؟ لا. جيم موافقة إجراءها، بس الصوت ما في على المقترح. جيم موافقة. بعد أولا عبارة صياغة رئيس هيئة الأركان المشتركة شحطة قائد الجيش لتصبح بعبارة قائد الجيش رئيس هيئة الأركان المشتركة. لو سمحتوا في مقترح الآن من اللي هو من محمود الخراشي اللي هو شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون المعدل، اللي هو من مع شطب؟ من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ موافق. قبل عبارة رئيس هيئة الأركان المشتركة وأينما وردت في هذا القانون. من مع قرار اللجنة؟ موافق. مع قرار اللجنة؟ موافق. المادة 3 المطلع موافقة. محمود الخرابشي. سيدي يعني وكأنه مع بعضها تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة على الأقل الجيش العربي لجنة تسمى لجنة الضباط، فأنا أقترح إضافة الجيش العربي بعد القيادة العامة للقوات المسلحة. شكرا على الاحترام. أن يتم تعريف رؤساء الهيئات في القوات المسلحة، من هم رؤساء الهيئات؟ إحنا صحيح هذا قانون، يمكن القوات المسلحة فيها عرف أو في نظام معروف منهم رؤساء الهيئات، بس إحنا نتعامل مع القانون، يفترض القانون على الأقل أن يعرف من هم رؤساء الهيئات ويذكرهم. الموضوع الآخر سيدي البند رقم 5 هو يتعلق بتشكيلات قواتنا المسلحة، قادة مناطق وقادة فرق. إحنا يعني صرنا نعرف إنه معظم الفرق سيدي أصبحت ضمن المناطق، وأصبح قادة المناطق هم المعنيين. لذلك هاي كمان بحاجة إلى إيضاح وبحاجة إلى إنها تكون أكثر وأكثر تفسير. شكراً. شكراً. هذه التعريفات عند إقرارنا لأية مواد، وبالتالي هنا إحنا عندما نقول في المطلع في ألف برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة نضيف عبارة قائد الجيش، فأرجو أن يتم مراعاة التعريفات عند إقرارنا لهذه المواد. شكراً سيد الرئيس. هو اللي موجود عندي إضافة الجيش العربي بعد القوات المسلحة حيث لا يتناقض مع التعريف السابق. من مع مقترح السيد محمود؟ لم ينجح. ونفسه هو عبارة قائد الجيش بعد عبارة هيئة رئيس الأركان اللي هو الدكتور هايل تعجي. من مع هذا المقترح؟ لم ينجح. موافقة؟ موافقة. واحد؟ واحد موافقة، اثنين موافقة، ثلاث موافقة، أربعة موافقة، خمسة موافقة. من مع قرار اللجنة بواحد واثنين وثلاثة؟ موافقة. من مع قرار اللجنة بأربعة وخمسة وستة؟ موافقة. ستة سبعة ثمانية تسعة موافقة. من مع قرار اللجنة بسبعة ثمانية تسعة؟ موافقة. المادة 4 أولا موافقة. في الآن زملاء بدهم يحكوا اللي هو شكرا سعادة الرئيس. زملائي الكرام، القوات المسلحة لها خصوصية. قضية مسلحة، القوات المسلحة نتعامل مع احتراف كفاءة تميز بالعمل. الضابط الكويس يستمر في عمله إلى الأمام. الضابط إذا ما كان كفؤ
لا يحالل الاستيداع، يستغنى عن خدماته بغض النظر قديش مدة خدمته، لكن نصير بنخلي الضابط يروح على الاستيداع بعد إذا بقالوا 5 سنوات أو 4. هذه خصوصية أنا يعني بطلب من زملائي الكرام عدم الموافقة عليها للحفاظ على المعنويات العالية للقوات المسلحة، حتى نفتح مجال لضباطنا كلهم يتنافسوا، حتى يعرف كل ضابط إذا ما كان ينافس بيروح حتى لو بعد له 6 شهور عن التكرار. وشكرا. تفضل نقطة النظام أخ سليمان حوية. شكرا سعادة الرئيس. زملائي الأكارم، أنا أجد بأن شكرا سعادة الرئيس. شكرا السيد عبد المنعم. زملائي إذا تكرمتوا خلينا نسمع بعض. إخواني، الاستيداع مفصل وموضح في هذا القانون بالمادة 127 أو المادة 23. شو تعني؟ أعطت إنه صلاحية لمجلس الوزراء بناء على ترتيب وزير الدفاع إحالة أي ضابط إلى الاستيداع إذا كانت تبقى على أو بقي 5 سنوات حتى إنه يلحق مدة التقاعد، أعطته صلاحية اللي إحالة على الاستيداع، هذه هي صلاحية، هذه فيها فائدة للناس، بعد مرور مدة 5 سنوات بصير يحصل على راتبه التقاعد اللي كان بيحصل عليه لو تقاعد بعد تنبعته. فبالتالي هي صلاحية جوازية للإدارة وليس للضابط أن يتقدم بهذا. شكرا. يعني حتى شكرا سيد، سألت إنه الاستيداع ما دام مش معرف بالتعريفات الواردة بمطلع هذا القانون، ومع ذلك عندما قرأت كامل القانون ورجعت للمادة 127 مكرر أدركت الهدف منها. الحقيقة يا أخوان، يعني أنا أعتقد إنه أيضا وجود الاستيداع هو لمصلحة الضباط مش ضد مصلحته. صحيح انه الاصل الكفاءة والمهنية والاحتراف، لكن ايضا اي ضابط تعثر او حصلت معه مشكلة او صار عنده قضية مرض او غيره، علما بانه المرض قد يختلف احيانا، هذا مخرج يعطي صلاحية لمجلس الوزراء بناء على ترتيب وزير الدفاع انه يحيله على الاستيداع اذا كان مجموع خدماته المتبقية للتقاعد لا تتجاوز 5 سنوات. وبالتالي انا اعتقد انها لمصلحه الضابط وتخدم الضابط، واعتقد انه ما فيها شيء بقاها. شكرا سيد الرئيس. بس عندي على 13 سيد الرئيس. لما نصلها؟ الماده يا سيدي هو البند 13 يقول اختيار الضباط الموصف بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب والقياده والاركان الداخليه والخارجيه وغيرها. التعريف سيدي حصر الدولات الداخليه والخارجيه بدوره الاركان. انا مقترحي كان أن يبقى النص أو أن يصبح كما يلي: اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب والقيادة والأركان أو أي دورات داخلية أو خارجية، حتى تكون عامة وشاملة ولا تقتصر فقط على دورة الحرب والقيادة والأركان. شكرا. سيد مبلغ الخزان. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، أنا مع شطب كلمة الاستيداع، لأن القوات المسلحة تختلف عن مؤسسات الدولة الأخرى. إذا بدنا نفتح هذا الباب الاستيداع، نص أفراد القوات المسلحة خاصة وحرس الحدود بيقول لك الخدمة هناك صعبة، فلذلك كلها تقدم استيداع. وإذا عنده مرض في لجنة معمودية تصلحه ويتقاضى راتب، بس ما يتقاضى راتب التقاعد كامل، يتقاضى أكثر من نص الراتب حوالي 2. فلذلك إحنا مع شطب كلمة الاستيداع، لأن هذه إذا بقيت رايحة ناس كثير تقدم للجيش كلمة استيداع وتطلع من القوات. شكرا. هاي التعديلات يعني بتعيد يعني تبعد النظام العسكري عن النظام العسكري. يعني الاستيداع كيف يمكن للضابط؟ الضابط لما يعين في القوات المسلحة يجري اختباره قبل ما يتعين عدة مرات، بعد ما تنزل الإرادة الملكية بتعينه ضابط كل بالسنة 4 فحوصات. يعني مش معقول نقول والله بعد باقي له خمس سنين يمكن يحال الاستيداع. القوات المسلحة فيها 18 يعني جهة، خدمات، أشغال، يعني ممكن أن يعمل الضابط. معقول الضابط ما يكون يستفاد منه؟ ما يستفاد منه بالتخصص اللي كان فيه وقائده أوصى إنه هذا ما بينفع، لكن جرت العادة إنه اللي ما بينفع في مكان ممكن أن ينفع في مكان آخر، وهذه القوات المسلحة واسعة
فوضع استدعاء ممكن في المستقبل ان تكون باب الى اخراج عدد كبير من الضباط. انا اقترح ان لا تكون في قانون خدمه الضباط، وارجو الزملاء ان يؤيدوني في هذا المجال، وشكرا. إذن زملائنا بأطرح المقترح اللي موجود عندي هو ما ورد في المشروع الأصلي الأبعاد. من مع هذا المقترح؟ لم ينجح المقترح. الآن شطب قرار اللجنة، اللي خلينا أو شطب قرار اللجنة. من مع شطب قرار اللجنة؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ شكرا. من مع قرار اللجنة؟ 13 موافقة. المادة 5 أولا موافقة، ثانيا موافقة. ست وفاء، أنت لك مقترح. أنا يا سيدي لدي يعني هم أنقله عبر الرئاسة الجليلة في هذه المادة، بأننا نعاني دائما ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وبتذكر هون زميلتي حمدية الحمايدة، لازم تكملي انت الشرط هذا ما شاء الله عليك، ألا يقل طول الضابط عن 165 سنتيمتر للذكر و155 سنتيمتر للأنثى، ويستثنى من ذلك حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج إليهم القوات المسلحة، فيجوز في هذه الحالة قبول من لا يقل طوله عن 160 سنتيمتر للذكر و150 سنتيمتر للأنثى. أنا أرجو أن يكون هنالك نص، ولديكم النص بالمقترح، بأن يمنح استثناء لمن ترى القوات المسلحة تجنيده، لأن هنالك كثير من الحالات التي تأتي إلينا وفعلا بيكون النقص أقل من يعني أقل من السنتي، ولكن القانون يقف حائلا دون التجنيد. فأنا أرجو أن لا يكون النص مقتصرا على حملة الشهادات الجامعية، وإنما يكون هنالك نص عام بالاستثناء، ولا نحدد الحد الأدنى للطول في الاستثناء، ولكن لا يعني نبقي على الحد المطلوب ونفتح الاستثناء في القبول بالنسبة للطول للذكور وللإناث، وشكرا. شكرا زملاء. السيد حافظ الشبيب. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، نحن نناقش قانون مهم جدا، وهذه النقطة بالذات التي أثارتها أختي وفاء بني مصطفى بأن الطول 165 و155 من خلال جولات جلالة الملك على جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، كان مطلب من جميع أهالي المملكة الأردنية الهاشمية بأن يستثنى هذا الطول لحد 160 سنتي. وأوعظ جلالة الملك بقائد القوات المسلحة بأكثر من لقاء بأن يتم استثناء هؤلاء الحالات بدمجهم في المجتمع. وكما تعلم ويعلم جميع الزملاء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وهذه المؤسسة هي مؤسسة عريقة، ويعني معظم أبناء الأردن بدهم ينضموا إلى هذه المؤسسة. فبالتالي شرط أنه 165 و155 موجب القانون، فهو يقيد جميع الصلاحيات لقائد الجيش أو مدير شؤون الأفراد أو ذلك. فأنا أقترح بأن يكون الطول 160 و150 للإناث، وشكرا سعادة الرئيس. شكرا للزملاء. الان الماده يا اخوان ما في مقترح، المقترح العادي انا بطرح تصويت المقترحات الموجوده لدي. ما لك على 5، لك على 7 يعني، والله ما رح ندري. وديني لهنا يعني ما عملك، وهنا بتقول انا اذا بدي اقول انه في لك مقترح مش قادر اقرا لانه مش موجود عندي. بس اذا سمعت خليني اطرح المقترح اللي موجودات عندي مشان انا ما اضيع التسلسل. في مقترح واحد من ست وباء هو شرط الطول. اولا الماده 5 اولا قرار اللجنه بباء موافقه. الان في شرط اللي هو الطول فيما يتعلق بالاناث والذكور اهميه ان يكون هناك استثناء يعطى الحق بالتجنيد لهم حسب ظروفهم. من مع هذا المقترح؟
لم ينجح المقترح. اذا من مع قرار اللجنه في باء برفع الايدي يا جماعه، يعني انت لا يم ولا يم. موافقه. ثانيا. ثالثا. موافقه. قرار اللجنه موافقه. رابعا. اربعا موافقه. خامسا. خامسا. سبعة موافقة. قرار اللجنة سبعة من خمسة من خامسة موافقة. سادسا جيم موافقة. سادسا موافقة. برفع الأيدي يا اخوان. المشكلة ما بتروحوا عليكم لا هيك ولا هيك. تفضل اخ محمود الآن على المادة الستة. لا بدي عجيب سيدي. المادة الستة يا سيدي. ما احكيش عجيب. خلص حاضر. الاختصاص شامل. استبدال فحوص الفحص. شكرا. المادة سبعة موافقة. المادة سبعة ولا خراب شيء. سيد واضحة وما يكون في مجال للاجتهاد او الالتفاف عليها. لا يجوز للضابط الزواج من غير الأردني الا بموافقة مسبقة. بدل موافقة بعد موافقة، موافقة مسبقة من رئيس هيئة الإركان المشتركة أو من يليق. شكرا. وفهم أنا مصطفى. لا يجوز للضابط الأردني أن يتزوج من أجنبية، ولكن يجوز له بإذن خاص من رئيس هيئة الأركان أن يتزوج من رعايا الدول العربية على أن يكون والد الزوجة عربية الأصل. أنا ما بعتقد أن المسألة مسألة شؤون أسرية وأحوال شخصية فقط، المسألة غاية في الحساسية، لأنه عندما يأتي التعديل على إطلاقه بأنه لا يجوز للضابط الزواج من غير الأردني إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه، فنفتح بذلك المجال للضباط للضابطات بأن يتزوجوا من أي جنسية بما في ذلك جنسية العدو الصهيوني. فأنا أقترح على الزملاء والزميلات أن يكون هنا أن يكون النص كالتالي: لا يجوز للضابط الزواج من غير الأردني إلا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه على أن يكون والد الزوجة عربي الأصل. كما يعني نبقي هذه المادة هذا الأمر كما كان في القانون السابق. وأنا رأيي لا تتجوزوش غير أردنيات أحسن. شكرا. سيد عبد المنعم، يعني بطلب من الزملاء المتواجدين خارج القاعة يدخلوا لتصحيح خطأ موجود في النص السابق. هو أن النص السابق ينسحب على الضابط، على الضابط الذكر وليس على الأنثى، فعندما جئنا بهذا الحكم غير الأردني ينطبق على الضابط الذكر والضابط الأنثى، فبالتالي ليشمل الثنتين. يا أخوان يا وفاء يا ست وفاء. هذا أن يكون الجنسية الإسرائيلية. تفضل باشا. كما يبدو أن النص قد يجلب الانتباه والشبه في المستقبل، فأنا أقترح أن يكون النص على الشكل التالي: لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية إلا بموافقة رئيس الأركان، تجنبا للحرج اللغوي اللي ممكن يكون موجود فيه وشبه. أردني اثنين مذكر. الباشا محمد العبادي. الحكومة، من هو المعني بتنفيذ هذا القانون؟ وعلى أي أساس أنه هنالك ناس متزوجين أجنبيات وزوجاتهم وأبو زوجاتهم أجنبي أجنبي أجنبي؟ يعني بكرة يطلع لنا واحد زي ما حكت سعادة النائب وفاء بني مصطفى، أنا شو بعرفني أنه هذا أبوه يهودي أو أمه يهودية؟ فرجاء أنه نتمشى باللي حكته النائب وفاء ونوافق على مطرحها. ما مو زي الاستيداع، حولنا القوات المسلحة لشركة وخليناها الاستيداع. عصيف جدا. القانون لا يمنع الضابط الأردني أو زميلته من الزواج من أجنبي، لكن هي تحتاج إلى إجراءات مسبقة تتمثل في دراسة أوضاع أقاربه والذين يرتبط معهم بعلاقات زواج مستقبلا. بالتالي هذا النص جاء لينظم هذا الجانب
من النواحي الأمنية حتى لا يكون الضابط عرضة أن يتزوج دون موافقة أمنية، وبالتالي هذا النص صحيح جدا. شكرا سعادة الرئيس. في 7 ألف اللي هو مقترح 6 وباء إضافة عبارة على أن يكون والد الزوجة عربي الأصل، لم يوافق المجلس. إذا 7 موافقة قرار اللجنة، موافقة. مقترح ياسين تصحيح لغوي اللي هو لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية. من مع التصحيح تبع ياسين؟ إذا اللجنة أنتم بتتبنوه؟ تفضل رئيس اللجنة. سيدي احنا نتبنى مقترح اخونا، بس في نقطة نوضحها لسعادة الزميل، انه الضابط اصلا هي في القائمة كل لم يحدد لا الانثى ولا الذكر، فبالتالي احنا ما عندنا مشكلة بتعديل الزميل ياسين بن ياسين. شكرا سعادة الرئيس. اذا يوافق المجلس على التعديل اللي اورده؟ موافقة. المادة 8 المادة 7 عفوا يا زملاء قبل ما نقول عن المادة 7 اللي هو شطب الفقرة 4 من القانون الأصلي. من شطب والعودة إلى حسب القانون الأصلي. أي مادة؟ 7 14 ما صوتوا ولا صوتوا. المادة 8 تفضل يا مصطفى. قرار اللجنة موافقة برفع الأيدي لو سمحتوا. قرار اللجنة المادة 9 تفضل. حقيقة بأنه صحيح نحن نعرف بأن العقوبات تفرضها المحاكم في الشق الآخر، لكن دائما وأبدا كما هو الحال في الحياة المدنية هنالك المجالس العسكرية، وبالتالي شطب هنا المجالس العسكرية. كيف لنا أن نشطب وفي كثير من اللحظات ودائما يكون هنالك مجلس عسكري، مجلس انضباط. يعني سعادة الرئيس على سبيل المثال قواتنا في الميدان سواء كانت في جامعة مؤتة أو في الكلية العسكرية لا يكون هنالك عقوبة أو تحويل المحكمة إلا بعد مجلس عسكري، وبالتالي أنا أطلب من اللجنة إضافة أو إبقاء الحال كما هو الحال عليه. المجالس العسكرية لا توجد لها صفة قانونية، الآن هنالك محاكم. ثانياً حتى هيئات التحقيق وان ذكرت لكن لا توجد لها صفة قضائية، هذا قانون يتحدث عن خدمة الضباط، وبالتالي أعتقد أن المحاكم حلت محل المجالس العسكرية وحتى محل هيئات التحقيق. شكراً. سيدي احنا يعني هذا النص انه المجالس الان هي المحاكم وهنالك قضاء عسكري هو الذي يوقع مثل هذه العقوبات، ولهذا لم يعد لهذه المجالس اي دور الان في مثل هذا الموضوع. شكرا. شكرا. هذه التصاعد. زملاء برفع الايدي. شكرا. المادة 10 الف موافقة. باء موافقة. دقيقة. استاذ معتز ابو رماني. ألف ولا باء؟ باء. سعادة الرئيس بس أنا عندي استفسار للجنة الكريمة، يعني رئيس هيئة الأركان المشتركة بموجب النظام الإداري لديه مساعدين، هذا القانون بعد التعديل ألغى وجود المساعدين واستعاض عنهم برؤساء للهيئات، وأعتقد أنه يعني لو أضافوها إضافة وجود رؤساء هيئات ممكن، أما إلغاء المساعدين إحنا نعرف أنه في مساعدين هو مؤسسة الجيش. فيا ريت لو يوضحوا لنا بس هذه النقطة المقررة إذا سمحت. مقرر. قرر إلى رئيس اللجنة. رئيس اللجنة. شيخ الرياضي. سيدي احنا هذا يعني وفي رؤساء هيئات. صحيح. لغت المساعدين واسمح بدل المساعدين رئيس هيئة العمليات، رئيس هيئة التخطيط، رئيس هيئة التدريب يعني. واصبحوا بدلا عن مساعدين رئيس الاركان موجوده بماده يمكن رئيس الجبهه موجوده بالقانون يعني اعاده تشكيل القياده موجود بالقانون. شكرا. من يعين رؤساء ان كان رئيس له نائب او رئيس ثاني
وبالتالي انا مع قرار اللجنه كما جاء. وشكرا سعاده الرئيس. بالمشروع المعدل وموافقه اللجنه على ذلك، لانه انت معرفا بالتعريف بموجب القانون، رئيس هيئه الاركان ونائبهم ورؤساء الهيئات. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. اذا بموافقه حسب قرار اللجنه يا اخوان. مقرر ماده 11. الماده 11 اولا موافقه. موافقه. 11 ثانيا جيم موافقه. الماده 12. هذا 12. أي ملاحظة موجودة؟ نعطيك. واحد موافقة. اثنين موافقة. باء موافقة. واحدة. ألف واحد واثنين موافقة. قرار اللجنة. أستاذ محمود لك عليها؟ عليها بس للتسجيل للأمانة. أسعفنا. بدي أحكي عن الفقرة جيم للمادة 11. لأنه هون تكون مدة الانتداب سنتين غير قابلة للتجديد، حتى نعطي فرصة للآخرين أنهم يستفيدوا، لأن الانتداب والإعارة عادة هي لفائدة ضباط القوات المسلحة. أما أنه ناس يروحوا ناس ما يروح المجلس، أنا لي عليها مقترح. لكن أيضا بالنسبة لل 12 سيد الرئيس اللي هي المادة 64 بالقانون الأصلي، المطلع ألف أنا مقترحي عليها تتم إعارة الضابط وفقا لما يلي، مش وفقا للصلاحيات التالية. لأن الإعارة كيف تتم وفقا للصلاحية؟ في إجراءات تتم الإعارة. لذلك أنا مقترحي بأن يشطب للصلاحيات التالية ويستعار عنها لما يلي. هذا واحد. اثنين، الفقرة باء من نفس المادة على أن تكون من مدة الإعارة سنتين فقط غير كاملة للتجديد أيضا لإعطاء فرصة للآخرين للاستفادة. وأيضا الفقرة جيم مقترحي عليها ألا تعطى الصلاحية لرئيس هيئة الأركان المشتركة، لأنه إحنا يا أخوان الصلاحيات الفردية اللي تعطى لمدراء الدوائر مع أننا نثق بقواتنا المسلحة هي اللي دائما تحدث الخلل. مقترحي على الفقرة جيم أن تصبح كما يلي: يحدد بنظام يصدر لهذه الغاية شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنه، حتى يكون هنالك عمل مؤسسي ولا تخضع لرغبات الاشخاص او اهواهم او امسجتهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا اللي في صلاحهم. شكرا سعاده الرئيس. يعني انا سؤال، ايش علاقته انه يوافق على اعاره ضابط؟ يعني هذه مساله انا بشوفها مش طبيعيه بحاجه الى الوقوف عليها. شكرا. مهندس رئيس، انا اعتراضي على الفقره باء. اذا سمحت ان نستمع الى النص بدقه، ويا ريت رئيس اللجنه ينتبه لي. فقره تنص على تكون مده الاعاره سنتين، ويجوز عند الضروره القصوى تمديدها، بينما بالنص السابق بموجب القانون السابق لم يحدد المده. فانا اعتقد انه ممكن ان تكون حاجه لانتداب ضابط لمده 6 أشهر على سبيل المثال او سنه. هنا بموجب هذا النص لا تستطيع ان تنتدب ضابط الا لمده سنتين، ليس اقل من سنتين. فانا مع يعني ان تكون الصياغه بشكل غير ذلك، بحيث تكون مده الاعاره بحد اقصى سنتين، ويجوز عند الضروره القسوه تمديدها. يعني انا فقط اريد ان نعطي مرونه لان يكون مده الانتداب اقل من سنتين للحاجه لذلك. شكرا. فقط وزير الدفاع على هذا الموضوع، اما اذا كانت الاعاره داخليه فبعتقد رئيس هيئه الاركان المشتركه هو اللي بيتخذ القرار، ما فيش مشكله. بس يعني هو وزير الدفاع هو يعني هو المسؤول عن الجيش بالنتيجه. هو المسؤول عن الجيش حسب قانون القوات المسلحه، فبالتالي هذا شيء بيتعلق خايف الاهميه بهذا الموضوع بيتعلق الاعاره. هن اذا قرات النصين اخ حديثه تجد انها تصب بنفس الموضوع، بالنتيجه اذا عند الضروره بحق لي امددها. لا احنا حددناها بسنتين وعند الضروره يحق له تمديده، يعني اتوقع نص الانتداب ونص الاعاره بحقق ذات النتيجه. شكرا. داخليه عندنا بالاردن احد الوزارات طلبت انتداب ضابط لمده سنه، نقول ممنوع الا سنتين يعني؟ ولذلك احنا خلينا ما باع ما عمره طلع الطياره. شكرا. الباشا طالما فيها فائده ليه ما ينتدبوا؟
وبعدين في اطباء بنتدبوا من بالاردن من داخل الاردن من الى الجامعه الاردنيه وبعدوا سنوات. فيعني خليها بايد المسؤول انه يقرر اذا محتمل انه يمدد له او ما يمدد له. شكرا. ثانيا مسألة عند الضرورة القصوى لا توجد ضرورة قصوى في مسألة التمديد والإعادة. أقترح شرط بكلمة عند الضرورة القصوى. شكرا معالي الرئيس. شكرا دكتور. ويجوز التمديد لمدة مماثلة وبالتالي هو من باب أولى. إذا احتاجت مدة الإعارة مدة أقل هي موافقة ولا يفهم من هذا النص بأنه سنتين على إطلاقه. وبالتالي القانون نص على سنتين وسنتين مماثلة. إذا طلب سنة ستة أشهر فهي موافقة ولا يفهم كما فهمه البعض. شكرا سعادة الرئيس. هذا المجلس الكريم سيد الرئيس عندما أجرينا التعديلات الدستورية ودسترنا وزارة الدفاع بناء على توجهات أن تكون هنالك وزارة دفاع ويتم إلحاق جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية والإدارية والمالية بهذه الوزارة وأن تصبح القوات المسلحة الأردنية قوات تحترف مهنة الدفاع عن الوطن استنادا للمادة 127 من الدستور التي تقول بأن تنحصر مهمة القوات المسلحة بالدفاع عن الوطن وسلامته. هذا واحد. ثانيا يعني اخوان اذا وزير الدفاع كمرجعية سياسية بدنا نودي ضباط للخارج وما يدريش ليش احنا حاطين وزير الدفاع؟ يعني ليش الوزارة من اصله؟ يعني المنطق يقول انه مجلس الوزراء صاحب ولاية بالمادة 45 بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وعلى الأقل أحد أعضاء مجلس الوزراء يجب أن يعلم أنه فينا ضباط باليمن، فينا ضباط بالسعودية، فينا ضباط بدول أخرى على الأقل. هذا واحد. ثانيا سيد الرئيس مع الاحترام للأخوان يعني يقول لك مدة الإعارة. سيد الإعارة هي للفائدة مش لفائدة الضابط وإحنا معاه. إحنا واجبنا يا أخوان أن نقر قوانين شفافة ونزيهة فيما يتعلق بكل عملنا وخاصة للقوات المسلحة حتى نحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. أنا أروح سنتين ويتجدد لي سنتين وكمان سنتين وغير ينحرم. أنا سيدي أقول تكون مدة الإعارة سنتين فقط حتى نعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من الضباط للاستفادة. الموضوع الآخر لا سيدي بس دقيقة. الموضوع الآخر آسف. الفقرة جيم يا أخوان يحدد رئيس الأركان المشتركة شروط الإعارة. يا جماعة هذه الإعارة لا يجوز أن يحددها شخص. هذه قضية مهمة تتعلق بقواتنا المسلحة. يجب أن تحدد الإعارة وشروطها بنظام يصدر لهذه الغاية وأن يحدد النظام كيفية تأدية العائدات التقاعدية عنها حتى نؤسس لمرحلة من المؤسسية والاستقرار لقواتنا المسلحة. شكرا. الزميل ياسين بن ياسين. يعني أنا مع رأي اللجنة أن تكون مدة الصلاحيات المنصوص عليها لأنه هذا التمديد قد تقتضيه مصلحة القوات المسلحة وقد اقتضت مصلحة القوات المسلحة ومصلحة الضابط أن نمدد له لفترة أطول من سنتين فما المانع من ذلك؟ أنا أذكر واقعة سعادة الرئيس وكانت مدة إعارته سنتين فعندما انتهت المدة قيل له هناك إما أن تمدد لك القوات المسلحة أو ينتقل الدور لقوات مسلحة أخرى. فهل مثل هذا الموقف نحرم الضابط ونحرم القوات المسلحة التمثيل في مؤسسة على هذا المستوى؟ أنا مع تعديل اللجنة مع يعني رأي اللجنة وشكرا سعادة الرئيس. شكرا سيد الرئيس مع قرار اللجنة يعني. باشا نور. شكرا سيدي. حقيقة أنا مع الإعارة كل سنتين وفي ظروف قصوى تمديدها لمدة مماثلة. السبب من القوات المسلحة الآن بعد ما يصير عنده خبرة يتدرب يحاول إعادتهم فالدول المعنية حقيقة ترفض إعادتهم أو تلغي البعثة كلها. فأنا مع التمديد لأنه من مصلحة القوات المسلحة من مصلحة البلد ومن مصلحة البلد نفسه لما يتم إعارته. أما شروط الإعارة هي يعني تعتمد على علاقات بين عسكري بين الدول المختلفة ودائما لا ضير بأنه تذهب بعثات تدريبية وتقرر الكيفية وتعرض على رئيس الأركان المشتركة الذي قد لا يرى فيها ضرورة ترسل للدولة الفلانية
أو يجد فيها ضرورة أنه بالشروط التالية يجب أن تخرج. وشكرا. بحد أقصى سنتين ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها. كذلك على الفقرة ألف تتم إعادة الضابط وفقا لما إعارة الضابط وفقا لما يلي: تكون مدة الإعارة سنتين غير قابل للتجديد، يحدد بنظام شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها. مع اثنين راح نتبني مقترحين، الخريشة والخرابشة. مين مع المقترحات؟ الزميل محمود الخرابشة وحديد الخريشة. لم ينجح الاقتراحين. نعم، نفس النص. بقي لدينا موافقة اللجنة، لو سمحت مهندس حديثة. لدينا موافقة اللجنة مع قرار اللجنة. شكرا. المادة 13، يعني ألف وباء وجيم في المادة 12 موافقة حسب قرار اللجنة. المادة 13 ألف موافقة. نداء آخر للزملاء اللي خارج القبة من النواب. المادة 13 ألف موافقة. شكرا. باء موافقة. جيم موافقة. المادة 14. دقيقة، نقطة نظام معالي الباشا أبو سهل. آسف أقول هذا قانون مهم، ولا يجوز التصويت ولا يجوز النصاب. لا يجوز مطلقا يتم التصويت على اي ماده بدون ما يكون في نصاب. الله يخليك. واحد هلا نرفع الجلسه فورا. هاي ارجو من الزملاء، هاي كمان اثنين دخلوا. نرجو من الزملاء الساده النواب خارج القبه العوده الى القبه لاهميه. دقيقه، تعال ابدا في المنطقه. واضح. 14
المادة 19. دقيقة، خلينا 19 أولا موافقة، زميل غرامشة. منح الطاقة، إذا أعطيناه صلاحية إنه يمنحه أو لا يمنح. النص سيدي بالقوانين لا يجوز الصلاحيات التقديرية، القوانين الجيدة من سماتها الوضوح وأن لا تحتمل التأويل أو التفسير وأن تكون آمرة وعلى الجميع. أنا مقترحي أن يصبح نص الفقرة جيم كما يلي: يمنح الضابط. اقرأ عشان نصوت عليه. نعم، يمنح الضابط، يمنح بحكم القانون إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على شهر واحد ولمدة واحدة طيلة مدة خدمته بدون رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يريد. شكرا. شكرا. مين مع قرار؟ مين قرار اللجنة؟ مع قرار اللجنة؟ شكرا. المادة 20 ألف واحد موافقة. واحد، لا يجوز أنها تترك لشخص. أنا مقترحي يصدر نظام خاص لتنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازات وأن تكون واضحة وكل واحد يعرف شو له شو عليه. شكرا سيد الرئيس. شكرا. ما في أقل من 60، في أكثر من 60 أربع سنوات، فأنا لأول مرة بدي أوافق زميلي محمود الخرامشة. موافقة؟ مادة 21. مادة 21 أولا موافقة. 21 موافق قرار اللجنة. ثانيا موافقة. ثالثا موافقة. ثانيا وثالثا موافق قرار اللجنة. 22. المادة 4 قرار اللجنة موافقة. المادة 23 ألف موافقة. قرار اللجنة 23 ألف موافقة. موافقة. جيم موافقة. دال موافقة. واحدة واحدة. باء قرار اللجنة موافقة. جيم. دال قرار اللجنة موافقة. المادة 24 موافقة. 24 قرار اللجنة موافقة. شكرا. يلا بس مشان نختم الأمين العام. باء قرارات اللجنة القانونية. واحد، قرار رقم 2 تاريخ 6/12/2015 متضمن القانون مؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعاد من مجلس الأعيان. مقرر. طبعا هذا القانون معاد مجلس الأعيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قانون الملائكة المؤقت من سنة 2002 والمجلس وافق عليه وذهب إلى الأعيان وبدأ عليه بعض الإصلاحات. بتحبوا نخلصه ولا نعمل مادة واحدة؟ ترى هو أربع مواد، يعني 10 خمس دقائق. ألف، الموافق على قرار مجلس الأعيان. موافقة. باء، المطلع الموافق على قرار مجلس الأعيان. موافقة. اثنين، الموافق على قرار مجلس الأعيان. موافقة. أربعة، الموافق على قرار مجلس الأعيان. موافقة. سبعة، الموافق على قرار مجلس الأعيان. موافقة قرار مجلس القانونية. المادة 5. لا 12. 7 12 موافقة. أستاذ أعطي زميل خرابشة. سيد الرئيس، مجلس الأعيان خاصة أن إضافة الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني قد تم التوافق عليها مع جميع المرجعيات المعنية بتطبيق هذا القانون، وثانيا هذه الجمعية أيضا تمارس نفس المهام والأعمال التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية التي تهتم بهذا القانون. لماذا تم شطبها وأعيد القانون إلى ما كان عليه؟ يعني أريد أن أسمع إجابة الحقيقة تتعلق بهذا الموضوع. هذا واحد قبل ما أذهب للمادة 6. شكرا. شكرا. حقوق الإنسان، هاي القانون الدولي الإنساني اللي بتتعلق، شو الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ القانون الدولي الإنساني هو بتعلق، هو يطبق في حالات النزاعات، حالات الحروب. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان بتطبق في حالات السلم، في حالات الحرب. وتشكلت هذه اللجنة، تشكيلها هو جاء من باب تعريف العالم إنه الأردن ملتزم
في تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات المتعلقه بالقانون الدولي الانساني، مثل اتفاقيات جنيف الاربعه والبروتوكولين المكملين لهما لعام 77، وانضمامنا الى اتفاقيه روما لانشاء المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه اللجنه هي جانب معنوي اكثر ما منه بكثير انه لها جانب مادي او ملموس على ارض الواقع، خلينا نعترف بهذا الموضوع. وبالتالي هي بعدها بعطي قيمه معنويه للاردن او نظره عليا. وبالتالي انه ليش شطبنا الهلال الاحمر؟ الهلال الاحمر هو وضعه داخل الاردن فيما يتعلق بالخدمات الانسانيه اللي بيقدمها، اما في حال تطبيق هذه اللجنه فيكون التنسيق مع جمعيه الصليب الاحمر وهي جمعيه دوليه يتم التنسيق عليها في حال نشوء اي نزاعات او في حاله الحرب او في حاله حدوث كوارث لا سمح الله، بس هذه المرة. شكرا للتوضيح. الزميل الاردني اصلا هو يمثل الاردن في الصليب الاحمر الدولي، فلماذا نشطب الهلال الاحمر الاردني؟ لانه للصليب الاحمر الدولي ان يخاطب داخل الاردن فقط من خلال الهلال الاحمر الاردني، فلا يجوز شطب الهلال الاحمر الاردني. شكرا. سيد الرئيس، يعني كل الاحترام للتبرير اللي سمعته من الاخ رئيس اللجنه، لكن الحقيقه لا، يعني اللي حكيته مع الاحترام عكس تماما الواقع، لانه الجمعيه الوطنيه او الجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر الاردني كما اشار الزميل، ومره يمكن لقيناه بالصين كان رايح يمثل الاردن باللجنه الدوليه للقانون الدولي الانساني كاحد العاملين بالجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر الاردني. وعندما تم التوافق انا الحقيقه كنت من المشاركين بالاجتماع اللي عقد بهذا الموضوع. اعتقد انه اضافه الجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر الاردني هي اضافه نوعيه، لانه احنا عما نتحدث؟ نحن نتحدث عن قانون اللجنه الوطنيه، يعني اللجنه الوطنيه وليست الدوليه للقانون الدولي للانسان. الان نحكي انه من بالفقره باء بنقول تعزيز الجهود مع اللجنه الدوليه، احنا واجبنا ان نعزز الجهود مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر من خلال الجمعيه الهلال الاحمر الاردني. انا اعتقد انه اضافتها سيدي ما لا تضر وتفيد القانون. شكرا. شكرا. رئيس اللجنه النواب، تم اضافه رئيس الجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر كعضو باللجنه. ما الهلال الاحمر عضو باللجنه، كيف انا بدي اروح انسق معه وهو شريك معي باتخاذ القرار اللي بدي اتخذه؟ فبالتالي في تناقض بصير. احنا شطبناها من باب انه احنا ما كانش موجود في مشروع الحكومه، احنا اضفنا رئيس الجمعيه الوطنيه للهلال الاحمر كعضو شريك معنا باللجنه وبتخذ القرار، فكيف انا بدي اروح انسق معه وهو شريك معي بالقرار؟ فبالتالي هو من باب شطبها اللي هو انسجام النصوص مع بعضها البعض، وهذه هي فقط. شكرا. طبعا وافق الزملاء. لا المادة 6 الأبعد. مين موافق على مقترح الزميل محمود الخرابشي؟ خلص أنا أطرحت المقترح. طرحت المقترح. المجلس له الحق. انت اقترحت اقتراح، هل المجلس يوافق على اقتراح الزميل الخرابشي؟ الماده 6 موافقه على قرار مجلس الاعيان. المواد اللي موافقه. سعاده الرئيس انا اقترح في قانون تشكيل المحاكم العسكريه ماده 7. مادة واحدة يعني. هل يوافق المجلس على تقديم قانون تشكيل المحاكم على قانون تحصيل الأموال الأميرية المقرر؟ مشروع قانون قانون تشكيل المحاكم العسكرية المادة 1 يسمى هذا القانون قانون معدل القانون تشكيل القرار. موافقة. موافقة. المادة 1 موافقة. المادة 2 موافقة. 3 موافقة. القانون بمجمله موافق. ترفع الجلسة إلى صباح الثلاثاء الساعة 10:30 صباحا، والجلسة ستكون رقابية. أسئلة متى رفعها؟ لا خلص رفعنا الجلسة ولقيناها من الانسحاب يوم الثلاثاء. شكرا.